بعض الناس يعني تشوف اللاعب وقع 30 مليون يجلسون يحسبون في الحاسبة كم أخذ الوكيل، يعني الناس يبدون بركو مبروك مبروك، هل عشمتها؟ أنا لسه ما استلم شيء، بعد سنة استلم يمكن أجل. راح أضيف هيري وكيل لاعبين أو وسيط لاعبين لي في المجال من بداية 2013 إلى الآن، يمكن 11 سنة و 10 سنوات. أنا يعني مشرف ومباشر مع اللعيبة سوبر ستار في الدوري السعودي، عندي الكابتن عبد الله العمري، الكابتن عبد الله الخيبري، الكابتن أمين بخاري، الكابتن عبد الرحمن غريب، الكابتن خالد غنام، الكابتن أيمن يحيى، الكابتن نواف العقيدي، الكابتن عبد الله مادو، ولكن بالمجمل 45 لاعب في الدوري السعودي. شوف وكيل لاعبين يعني هي مدير أعمال لاعبين، 70% من الوسط في السعودية ما يطبقون عمل مدير أعمال لاعبين. ليش؟ لأن بس المهم عندهم أنه توقع عقد مع اللاعب، تسوق لآخر الموسم، تأخذ عمولتك، خلاص مع السلامة. لا، اللاعب استثمار، اللاعب تسويق، اللاعب بيزنس، اللاعب مشاكل كلها تشيلها عنه، اللاعب بشر بسيط ولكن أي ضغط ممكن يأثر على داخل الملعب. فأنت هنا كوكيل لاعبين أو مدير أعمال لاعبين دورك أنك تطلع هذا الضغط كامل من اللاعب، وتكون أنت خط الأمان له الأول، سواء داخل الملعب وخارج الملعب. كيف تستثمر أموال اللاعبين، كيف تتقنها، يعني الحمد لله لك يا رب، يعني معظم اللاعبين اللي عندنا خاصة في آخر السنة هذه ممكن وصلنا مبالغ كبيرة 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 في ملايين في الصفقات العقارية معاهم. فعرفنا يعني كوننا في شركة F16 كوننا قسم للاستثمار، فدخلنا 70% في العقار و 30% في نشاطات المطاعم والكافيات، فتلقى اللاعب يدير بيزنس وكيل أعماله وهو مرتاح. هذا المهاجم، عدد الأهداف، عدد الصناعة، صانع اللعب، عدد صناعة اللعب، محور، عدد الافتكاك، عدد يعني الأشياء، مدافع، كيفك في العرضيات، كيفك في أشياء كثيرة هذه لحد. أما لاعب ما يلعب 20 مباراة ويجي يطلب 4 مليون مو منطقي. لاعب يلعب 30 مباراة ويروح منتخب وعنده أرقام مميزة جدا في الافتكاك، في الصناعة، في الأهداف، لا يستحق أرقام. هذه حد الأرقام ترى، إذا كله نفس الأرقام نفس المباراة نفس الميزة، وهذا يأخذ مثلا 2 مليون 4 مليون، في مشكلة فيه أبو 2 مليون، في مشكلة في الوكيل. السهر مش سهر، السهر النوم المتأخر. اللاعب اللي ينام الساعة 4 الساعة 5 الفجر ويصحى الظهر، صحيا وبدنيا يهدم اللاعب. أوكي الأكل ممكن تصير فيه لخبطة في الأكل، ولكن النوم السليم للاعب يكون اللاعب يحافظ على مستواه ممكن إلى سن 37 سنة. لكن السهر النوم متأخر وتغير النوم هذا اللاعب، لا هيضر اللاعب جدا. ما يعني ما ياخذون القرار الصح، وتلقاه يروح نادي أضعف من الدوري السعودي وفي مبلغ 50% من المبلغ جاء من الدوري السعودي، إنه ما عندها ثقافة الوكيل ولا عندها ثقافة تأمين مستقبل اللاعب. وتلقى وكيلة زوجته، كيف تفهم مع زوجته؟ شوف أقاربه ممكن ما يفقه في كرة القدم إلا إذا شخص يفقه في كرة القدم وعنده علاقات. شوف لازم أنت كوكيل تكون عندك علاقات قوية جدا مع الأندية. إذا ما عندك علاقات مع الأندية ومرونة وتفاوض، فن التفاوض، اجلس في بيتكم أفضل. الناس يشوفون اللاعب النادي تعاقد مع اللاعب فلان مبلغ كذا، يحسبون النادي يوزع فلوس كذا، لا النادي والله يفصفص ريال صح ما يطلع ريال. شوف ممكن يوصل دخل الوكيل اللاعبين إلى 10 ملايين أو 5 ملايين بعد 7 سنوات 6 سنوات. ترى احنا الوكيل السعوديين حليليين جدا، يمكن اخلص صفقه قيمه عمولتها مثلا 100 200 300، فلما تجي الكفاءه الماليه يكلمني النادي يقول جدول يعني اجلها، لما تجي 6 شهور ما يسلمك تقعد للصيف الجاي، لما يجي يكلمك راس النادي تكفى لا 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 ما انا مسجل لعيبه وكذا، وانت تقول يلا جدولت. ف
فما فيها يعني لازم انك تكون مرن، لازم تكون انك سلس مع الأندية، مو لا انا ابغى حقي يلا ادفعوا الان. بعض الناس يعني تشوف اللاعب وقع 30 مليون يجلسون يحسبون في الحاسبه كم اخذ الوكيل. نعم فعلا تكلموا ناس سالوني عن الاشياء هذه، انت استكت لا من قالك استكت كذا، يمكن كانت عمولتي 4% 3%. تقعد تتقاتل مع الانديه مثلا شراء لاعب بين نادي ونادي، وتقعد انت من ديره لديره من ديره لديره رايح جاي حسابك، ما اتكلم في العموله نهائيا الا ما اقفل الديل كامل، اقفل انتقال بين نادي ونادي واقفل طلبات اللاعب كل شيء خلصها، بعدين اتكلم مع النادي اقول العموله كم. تكون داعم كبير اللاعب، يمكن بالغلط دخلت الماده في الجسم. من النشاطات ممكن تروح المستشفى في اشياء ممنوعه اللاعب ما يجهلها يجهلها، ممكن في اشياء ترى طبيه ممنوعه هي اللاعب يا شيخ حق الربو ممنوع اللاعب، يعتبر من النشاطات. يا اخي في عندي لاعب في نشاطات فتره ولده وقفنا معاه من لاخر لحظه، رجع منتخب رجع من النادي، ممكن من النشاطات الناس تسمع من النشاطات لا مخدرات لا المخدرات لا مو كلها كذا لا، لكن قد يكون اللاعب تعبان وانه سهى او شيء فممكن يطيح في الفخ. احنا دائما نحرص على اللعيب انه ما ياخذ اي شيء الا بعلم الدكتور او علم احنا في الشركه. شوف في بنود لازم تشوف عقد اللاعب لازم تقرا كامل، في احيان بعض الانديه يحطون بنود ممكن ما تنتبه لها انت كوكيل، ممكن فعلا يعني في حاله الاصابه ممكن ينهي عقد اللاعب، ولكن في طال عمرك مثلا أندية صغيرة توقع مع اللاعب لازم في بنود مهمة تحطها أنت كوكيل، حفظ حقوق اللاعب لعدة مدة العقد، يعني كم مستمر اللاعب لازم تحفظ اللاعب من بداية التوقيع إلى التوقيع، تحفظ جميع حقوقه كلاعب. يعني أحيانا يحط لك مثلا النادي يحط لك بند في حال مثلا غاب اللاعب مدة 5 أيام أو تأخر اللاعب كذا أنه يمدين نفس عقد اللاعب من طرف واحد، مشكلة هذه. فلابد انك تحفظ حقوق اللاعب من جميع الامور التعاقديه. كلمني احد الانديه قالوا احنا اوريدي اتفقنا مع نادي في منطقه غربيه يشتري لاعب هنا في الرياض بس اللاعب في درجه اولى، فقالوا انه شو اسمه نبغى مبلغ اللي في الدرجه الاولى، قالوا نبغى مبلغ 250 الف ريال عشان نبيع عقد اللاعب. قلنا خلاص، كلمت النادي قلت له تبغى خطاب نعم انه نشتري المده هذه وخلاص اوكي. كلموني النادي في الدرجه الاولى قالوا خلاص نبغى الشيك مصدق. قلت خميس اليوم فتره قبل الساعه 12 كيف الشيك مصدق؟ قالوا لازم شيك مصدق. كلمت النادي قلت لهم لازم شيك مصدق، قالوا ما في خميس اليوم كيف شيك مصدق؟ ينتظرون الاحد. قلت له طيب، قال لازم تجيبون لنا فلوس كاش ولا تشوفون صرفه يعني ما نقدر احنا. كلمت في بنك في المطار، رحنا سحبنا 250 كاش أنا واللاعب، وكلمت النادي قلت خلاص أرسل اتفاقية الانتقال وعقود اللاعب، هطبعها معايا الآن في المكتب وحطلع لاستراحة النادي عشان أخلص الموضوع. قلت للاعب ما في إلا أقرب مكتبة، نلحق مكتبة. قال يلا نلحق أقرب مكتبة ونطبع الأوراق والعقود في الانتقال ونرسلها الإيميل للنادي. فأنا رحت استراحة النادي هناك خلاص بالساعة 9:30 10 تم التوقيع وعلى كل شيء وقعنا، وعلى طول والله قبل الساعة 12 سجلوا في نظام التمس سجل اللاعب. فهنا أنت كوكيل عندك حلول، يعني لا توقف مستقبل اللاعب على شيء ثانوي أو شيء بسيط كذا. أي أنا صفقة بس